بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع غادي نتكلموا على أيهما أفضل، أكل الفاكهة أم شرب عصيرها. يعني كمثال بسيط، مثلا أيهما أفضل، أكل برتقالة أم شرب عصير هذه البرتقالة، وينطبق على الكثير، على التفاح، على الكثير. اللي معروف أن الناس تأكل الثمار وتأكل أيضا العصير في زماننا هذا. قبل أن نجيب على هذا السؤال، أحيانا الإنسان كيدخل لواحد المطعم أو مثلا مقهى، هنا كيطلب إما شاي أخضر، هذا جيد، أو كيطلب مثلا قهوة، هذا أيضا جيد. أحيانا يطلب عصير فاكهة ما، هذا سيء، لأن كتعرفوا التخزين ديال الفاكهة كيطلب واحد الشروط معينة اللي في الغالب ما كتوفرش في هاد المقاهي خصوصا الشعبية. إذا لا دخلتي لواحد المطعم، من الأفضل تأخذ شاي أخضر أو القهوة، كأس من القهوة. بالنسبة لهاد القضية ديال العصير والتمرة أو العصير والفاكهة، الأفضل هو أكل التمرة كما هي. لماذا؟ نأخذ كمثال بسيط برتقالة. عندما تتناول برتقالة يعني كتاكلها بجميع مكوناتها، يعني فيتامينات، كتستافد من الفيتامينات لأنها كتمرة راه كتحافظ على المكونات ديالها وفق ظروف معينة. إذا استهلكتي فيتامينات، استهلكتي معادن، استهلكتي ألياف، استهلكتي الكثير. لكن ملي كناخذوا هذه البرتقالة وكنعصروها، احنا عصرناها، اش بقى عندنا؟ بقى عندنا يعني أملاح معدنية، فيتامينات الكثير. ولكن شنو اللي خصنا هنا في هذا العصير؟ اللي فقدناه هو الألياف. فقدنا الألياف لأن خلال عملية العصر، كنقوموا بعملية العصر، فقدنا الألياف. والألياف كما كتعرفوا مهمة جدا. واحد المثال بسيط حتى يعني الإنسان البسيط اللي بحالي يفهم أكثر. الألياف كنعرفوا أنها منظفة ديال الأمعاء، وملي كناكل واحد الفاكهة كما هي، يعني كنعطي الجهاز الهضمي ديال الجهاز الهضمي كنعطيه واحد الراحة، وكنعطيه واحد الوقت يعني كياكل بداك الشيء بسهولة وببساطة. أما عندما أشرب العصير بدون هاد الألياف، يعني عملية الامتصاص كتكون سريعة. لماذا عملية الامتصاص سريعة؟ لغياب الألياف، الألياف غائبة، وبالتالي كيتزاد الأنسولين في الدم ديال الإنسان، وهذا كيقدر يعرضه للسكري وكثير من المشاكل. أيضا ملي كنعصروا الفاكهة، أرى الكثير من أنواع الفيتامينات كتضرر. ولذلك فديك العصائر اللي كتباع في المحلات التجارية راه ما خداماش، راه ما يمكنش واحد العصير عام أو أكثر هو في علبة كيدير كيقول لك فيه فيتامينات، وإنما في الصراحة فيه مواد حافظة اللي كتضر الكيلة، وفيه ملونات خطيرة، وفيه الكثير من الصباغات وأشياء يعني نكهات. احنا الانسان الان دابا ولا كي الذوق ديالو اختلف، ولا كيبحث على الحلو وما شابه. فالمرجو الانتباه لهذه القضيه. فالانسان حمد باقي بصحته وبسنانه، يحاول ياكل الفاكهه ويمضغها كما هي. راه مثلا خدينا التفاح، التفاح كنقشروه، كنحيدوا ليه ديك القشره، راه القشره تحت منا كتكون فيتامينات مهمه. البرتقال هذاك الابيض اللي كيكون تحت القشره راه مهم، ملي كنقشروه بطريقه طبيعيه وكناكلو كنستافدو اكثر من ديك عمليه العصر. فالانسان يرد البال مع هذه القضيه. اما تلك العصائر التي تباع فهذيك لا فائده فيها اصلا. والمشكل الان هو اللي عند الاولاد اللي كيمشيو للمدرسه، كتلقى هاز معاه واحد القنينه فيها عصير او لب كذا او كذا وكذا، داكشي غير كذب في كذب، وفيه مواد حافظه خطيره لا تليق بصحه الاطفال. كنا تكلمنا في مقاطع سابقه، من الافضل الطفل ياخذ معاه المدرسه تفاحه او برتقاله او تين مجفف او زبيب او ما شابه، لكن هناك الكثير، او خبز، وقلنا من الافضل خبز الشعير
وزيت الزيتون والكثير الكثير. فالإنسان يرد البال مع القضية ديال العصائر، لكن اللي كي يتعاطى العصير بكثرة ويشرب العصير بكثرة راه كيزيد الأنسولين في الدم ويقدر يسبب أضرار جسيمة، لأنك عملية الامتصاص كتكون عملية سريعة. وبالنسبة للمطاعيم والمقاهير لا ثقة في العصائر، العصائر ليس فيها ثقة في هذه الأماكن، خصوصا كتعرف الوضع ديال التخزين، لأن الفاكهة قد ما قدامت في المبرد قد ما كتفقد الكثير من العناصر ولا سيما الفيتامينات. كاينين بعض الفيتامينات لا تصبر، يعني بمجرد عملية العصر بعد فترة زمنية يعني قصيرة تختفي هذه الفيتامينات أو تصبح بعض المواد يعني غير صحية. فأفضل شيء هو أكل الفاكهة وخصوصا في وقتها، يعني احنا الآن في وقت مثلا البرتقال، البرتقال كيحتوي على فيتامين سي معروف، فناكلو في هذا الوقت ديالو. أما داك كتلقى عصير البرتقال طول السنة، عصير البرتقال في المحال التجارية وأحيانا موضوع في أماكن يعني معرضة لأشعة الشمس، وهذا خطير، لأن هذا الفيتامين سي فيتامين حساس وهو فيتامين ضروري للإنسان ولصحة الإنسان، عنده فوائد كثيرة يعرفه الصغير والكبير. الناس راه كيعرفوا حتى في السحاري، سبحان الله، راه تمشي للصحراء راه الناس كيحتاجوا الفيتامين سي، والله سبحانه وتعالى وضعوا ليهم في حليب الناقة. هذه من الحكمة ديال الله سبحانه وتعالى، أن حليب الناقة فيه فيتامين سي، ولذلك الناس الصحراويين، الناس اللي كيعيشوا في السحاري، أعطاهم الله هذه الميزة باش ياخذوا حقهم من فيتامين السي. وفيتامين السي هو الوحيد، يعني لبن الناقة هو الوحيد الذي يحتوي فيتامين سي، سبحان الله. وحبيت أتقاسم معكم هذه المعلومة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.